أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم. طبعا خلوني أذكر عن موعد البرنامج. إن شاء الله دائما البرنامج يأتيكم عند الساعة 11 بمشيئة الله تعالى. طبعا البرنامج للتوضيح أنه في كل سبت وأحد واثنين وثلاثاء وأربعاء، يعني خميس وجمعة ما في برنامج، خمسة أيام في الأسبوع في شهر رمضان من البيت. حمودي اليوم حايسنا حوس، عندنا مفاجآت يا حمودي صح؟ طيب نوضح أن طبعا إحنا نبث عن طريق المنزل، خليك في بيتك، نبث عن طريق اللابتوب زي ما أنتم شايفين، عندنا جهاز لابتوب وقاعدين نبث يا حمودي، نبث بإيش؟ باللابتوب. أيوة جولي، طبعا تستقبل المكالمات، نبغى نهدي المكالمات شوي اليوم عشان نقدر نستفيد. جولي انا حرد عنك شوي، نشوف المتصل بس. الو السلام عليكم، خلوكم دقيقه قبل شوي معنا جولي عشان موضوع الحلقه يتكلم عن في بيتنا حكايه. كل يوم جولي حتحكي لنا حكايه مبسطه يفهمها الكبير والصغير. حكايتنا اليوم عن جولي تتكلم عن ايش؟ اسمها الحكايه حمودي، يلا. المزارع المخادع. احكي لنا القصة. المزارع، يلا. هو انه كان في مزارع مخادع، جميل، جاره يبغى يشتري منه بئره. حلو. باع بئره بمبلغ كبير لجاره. جميل. وفي اليوم الثاني يبغى يستخدم البئر، قال له المزارع المخادع، قال لجاره، قال له انا بعتك بس البئر ما بعتك الماء. اوه يعني خداعه، يقول له بعتك البئر ما بعتك الماء. ايوه. جميل. ها اندهش جاره. حلو. واليوم الثاني راح للقاضي. أيوة. وقال له بالحكاية كلها. جميل. القاضي استدعى اللي هو المزارع المخادع وقال له كيف تبيع جارك البئر بدون ما تعطيه الماء؟ قال له لا بس أنا بعته البئر ما بعته الماء. حلو. بعدين قال له خلاص يلا أنت أخرج الماء تبعك من البئر. أها. بعدين الجن. الجن أكيد. أيوة. شكرا لهذه القصة الجميلة التي قدمتها جوري. عندنا في كل حلقة نقدم لكم. شوف ايش عندك، تفضل. جميل، ارفع صوتك. ايوه. كان في ايش؟ حمد. ايوه. عنده اسد. وحمد ايش؟ ضربه يعني للطمو. ايوه جميل. ها وبعدين مات الاسد. الله يرحمه، الله يرحم الاسد. يقول حمودي الاسد مات. ها؟ ممنوع تقول الحيوانات كذا. ممنوع تضربون الحيوانات. ايوه يقول ممنوع تضربوا الحيوانات. شوفوا كيف اعطاكم قصة واعطاكم فائدة في نفس الوقت، ما شاء الله عليك يا حمودي. طبعا في اخر خمس دقائق حنستقبل اتصالات المسابقة. اذكر بالمسابقة، سواء كان مسابقة الاتصال بالنجمات، اليوم حنشتغل على تحويلة النجمات لان الرقم عندنا، اليوم عند جوري هي اللي كانت عندها المسابقات. أذكر عندنا جهازين آيفون حنسحب عليها في نهاية شهر رمضان لكل الفائزين في المكالمات عن طريق الرقم بس اللي مسابقة الزهرات، كلهم حنجمعهم حنسحب منهم اسم آيفون. وجميع المشتركين اللي اشتركوا معنا يا جوري في برنامجنا هذا لهم آيفون مستقل حنسحب عليهم. تتصل، سؤال سهل بس نعطيك، تشارك معنا، تدخل معنا في السحب سواء هنا ولا هنا. ايضا عندنا اتصال من الزهرات اللي حابين يتصلوا يظهروا صوتهم معنا على البث، يتصلوا على جوال جوري يستطيعوا والمشاركه، ونكلمهم عبر الهواء مباشره. عبر الهواء ايش؟ مباشره. اليوم طبعا عندنا مفاجاه، اليوم عندنا مفاجاه. قبل شوي إلا والباب تبعنا طق 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 يدق، مين هذا؟ جانا الزائر الوقت هذا، استغربنا مين الزائر اللي جاي في الوقت هذا. توقعوا مين معنا، حنجيبه معنا في البث، حتشوفوا مين جانا الآن. وعندنا أيضا مكالمة
تفضل يا زائر، جوري اسحبي شوي بس نستقبل الزائر شوي. تفضل يا زائر معنا. هلا جانا يزورنا فجأة كذا، شايفينه؟ نتعرف عليه. اسمك؟ أيوة. جميل. طبعا أكرم طلع من البيت كذا واستمر يمشي لين وصل عند بيتي. أنا أخذته الآن إن شاء الله بعد البث حرجعه على طول. أكرم ممنوع تخرج خلاص؟ طبعا عند التحذيرات عدم التجمع، العدد حوالي 5، إحنا اللي متجمعين في البث كلنا 4 اليوم بس. ها؟ لكن أكرم ليش حمودي ما رجعوا البيت؟ لازم يروح بيتهم يستريح. ها؟ تلعبوا إيش؟ تلعبوا سيارات. أنت وياه تلعبوا بالسيارات؟ طيب إن شاء الله. عندنا مكالمات وعندنا مشتركين. شكرا لك أكرم، استريح هنا خلي جوري تجي. يلا من عندنا؟ في جوالك صح؟ اللي يبغى يتصل في الجوال. أكرم طبعا محب لنا وللقناة. طبعا والله كل يوم يتصل علي، تعال نروح نجي أقول له ممنوع. طبعا أنتوا عارفين الوضع، يعني لا يستوعب إنه في شيء ممنوع نهائيا، فاحنا نحاول نفهمه ونقول له ما نجي، نقول له بعدين. هو طبعا دائما مع البنات 24 ساعة في أثناء القناة، يخدمهم، يحب يعني دائما البنات لو طلبوا منه أي شيء يفرح يفرح. احنا سعداء بهذا وسعداء بأكرم إنه معانا دائما وأبدا. عندنا مين؟ ريماس. ريماس، اعطيني ريماس بكل مكبر. ريماس قصادي تبغى تتصل في البث. الو ريماس، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك؟ الله الحمد لله تمام. طبعا يا ريماس انا اقولها بصراحه، انت من الناس اللي اثبت وقوفه مع القناه. شوفي جوري خط الزهرات، اللي اثبت وقوفه مع القناه في هذه الفتره ما شاء الله، تنزلي وتتواصلي وتسالي وتقولي انا ابغى اشارك في المسابقات وانا مدري ايش. هذا دليل على وفائك يا ريماس. اشكرك عبر الهواء مباشره وعبر كل المتابعين. شكرا لك يا ريماس. انت عارفه جوري ايش مسميك في جوالها ولا لا؟ ها؟ كان اسمي لا. شوفي شوفي اوري الناس، شوفي شوفي جوري ايش مسميك في الجوال. اختي القمر ما شاء الله تبارك الله. يلا شكرا يا ريماس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم اخوتكم. الى اللقاء، مع السلامه. اذا اليوم زي ما انتم شايفين البث ما شاء الله جدا جميل وما في تقطيع وما في ولا شيء. اليوم احنا مبسوطين الحمد لله، اليوم البث ما في تقطيع. امس نواف عسيري طبعا هو من المشرف على الجروب الاستشاري اتصل زعلان يقول البث يقطع وما ادري متضايق، لكن انا وياه مع الشركه حاولنا نصلح ونضبط واستشارات يمين يسار مع الشباب ايضا في البث الاستاذ سليمان الاستاذ احمد الشنيني لين وصلنا الى علاج ان شاء الله المشكله. اليوم انا شايف ما في تقطيع، الله اعلم، شاشتي تقول ما في تقطيع، عاد عندكم ان شاء الله يكون ايضا ما في تقطيع. لكن اذكر دائما وابدا اننا نبث من البيت ونبث عن طريق والله الكمبيوتر، كمبيوتر عادي قدامي وقاعد ابث، كل ما نبغى نخسر المتابعين واحنا معكم وشايفين التنزيلات وشايفين المفاجآت وشايفين اليوتيوب وشايفين البرنامج هذا وشايفين الهدايا. اذا مستمرين مع جمهورنا الكريم في كل مكان. بدأنا بحكاية وكل يوم حنبدأ ان شاء الله بحكاية. عندنا اتصال، عندنا خديجة تقول ابغى اشارك، وفي اتصالات. شوف اتصالات المتابعين. الو خديجة كيف الحال؟ الو. ايوه خديجة اخبارك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. اخباركم طيبين؟ الحمد لله طيبين. كيف حال جوري؟ والله طيبه، كلهم طيبين نحمد الله ونشكره. صراحه مره مبسوطين بالبرنامج. شكرا لك. مع القوه دايما مره موفقه. شكرا لك يا خديجه، الله يحفظك. طبعا خديجه ايضا من النجمات الاوفياء المتواصلات مع القناه. شكرا يا خديجه، الى اللقاء. عفوا. الله يحفظك. الان طبعا بعد حمودة يقول انتهى الوقت، صورنا 3، لا كذا 4، كذا كم؟ 4 كذا 4. يقول صورنا لأنه مشترط عليه وقت معين عشان يبغى يلعب هو وأكرم شوي كذا قبل ما يمشي. جاهزين؟ أيوه. طيب أجوري حنستقبل الآن المسابقة عشان ما حبينا تكون في البداية. اللي حاب يشارك معنا في السؤال، جوري حتعطي سؤال سهل يدخل معنا في السحب اللي هو تساحب برنامج في بيتنا حكاية، وبعدين خلاص إن شاء الله. تتصل على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2. هذا من داخل السعودية ومن خارج السعودية. كم يا جوري؟
قولي 0-0-8-8-1-6-2-2-7-7-4-1-0-6 تحويل رقم 2. أيوة تحويل رقم 2. اليوم خلينا التحويلات عشان ما يكون على رقمي الخاص الإدارة، لا على رقم الزهرات. تحويل رقم 2. كثير يسأل كيف نتواصل مع الإدارة، نفس الرقم في الإدارة تضغط أنا أرد عليك. شوف هذا جاني رقم على الإدارة. ألو السلام عليكم. ألو تحويل رقم 2 إن شاء الله اليوم مسابقات تحويل رقم 2. يلا جوري عندها أيضا تحية، فضل يا جوري. ووجه تحية إلى صديقتي إيلاف من جدة وأيضا صديقتي ريناد من جدة، وأشكرك على اتصالك أحبك. يلا هناخذ الآن جوري. ألو إن شاء الله هذه مسابقة، والله الاتصالات في كل مكان شايفين. ألو السلام عليكم. هلا حبيبي الله يبارك فيك، هذا أحد أولياء الأمور طبعا. الله يسعدك وانت طيب يا رب، وانت طيب الله يسعدك يا رب. أولا أشكرك على اتصالك، وأشكرك إنك حاب تفرح بنتك. اسمها ملك مين؟ نوجه لها تحية الآن عبر الهواء مباشرة خاصة لملك سلطان مدني. أوكي شكرا لك يا غالي، أسعدنا اتصالك والله العظيم، الله يبارك فيك. شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا غالي، الله يسعدك الله يبارك فيك. أوجه تحية إلى صديقتي ملك سلطان مدني، وأشكرك على اتصالك. طبعا هذا أبوها، شوف متصل الأب والله متصل عشان يسعد بنته. شوفها قمة الأشياء التي يقدموها لنا آباءنا، لذلك ما يحس بقيمة هذا الشيء الابن أو البنت إلا إذا كبرت. يعني خوفنا على أبنائنا، آباءنا أيضا كانوا يخافون علينا نفس الشيء، لذلك لا نقصر معهم سواء الأب أو الأم، لا تقصر معها في شيء. والله العظيم خوفك على ابنك لما تكبر وتتزوج أو بنتك نفس الشيء كان أبوك، يخاف عليك يوفر لك كل شيء، يبغاك تكون سعيد تكون مبتسم. مهما عمل الأب يعتبر غير مقصر أو الأم، لأنهم يحاولون أن يسعدونها، يحاولون أن يسعدونها سعادة تامة. عندنا المسابقة، يلا عطينا ناخذ المسابقة الآن. هلا أبو أميرة. هلا 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 حبيبي الله يحفظك. طيب الله يبارك فيك يا غالي. أميرة بتدخل معنا؟ عطني يلا أميرة كيف حالك؟ ارفع صوتك يا أميرة أنت على الهواء، كيف حالك؟ الحمد لله. أخبارك يا أميرة؟ الحمد لله. طبعا أميرة من النجمات الجدد المميزات جدا جدا، شكرا لك يا أميرة. عفوا. الله يحفظك يا رب. تبغى تقولي شيء؟ ها؟ أقول تبغى تقولي شيء للمتابعين؟ ها أسمعك. ها أميرة؟ ها؟ اسمعيني أقول تبغى تقولي شيء للمتابعين؟ أيوه. هيا يلا قولي نسمعك يلا. رمضان كريم للجمهور. أيوه. ولجمهور أطفال واحد. جميل. ولك كل جوري. شكرا لك يا أميرة، إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. هي شيل الرقم. الأستاذ سليمان أرسل لي رسالة لما طبعا قلت أبو أميرة وكذا واتصل، طبعا عندنا تسمية خاصة فيه فاتصل. شكرا أستاذ سليمان، شكرا التحية عبر الهواء، وشكرا إنك متابع وحريص والله العظيم. هذا الرجل الصديق الوفي متابع 24 ساعة للقناة ولليوتيوب والملاحظات، ويتعب عشان ينزل لكم المواد. شكرا لك يا أستاذ سليمان، وسلامي وتحياتي لأيضا لإلهام الوفية النقية اللي دائما ما شاء الله تبارك الله نعمة تربية والله العظيم. هيا بابا خلاص تعبت، يقول تعب حمود، بقي 5 دقائق بس نستقبل في الاتصالات. يلا حبيبي. طيب وش رايك ننشد مع بعض؟ يلا ها يلا واحد، انت تقول واحد يلا نشوف الارقام يلا. واحد. لا الارقام الارقام يلا. واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة
ثلاثة أربعة خمسة ستة سفن نقل الأرقام أيوة إيت ناين أربعة عشر ها كيف يعني أنا غلط ناين أوه دي الأرقام ما شاء الله هذه أرقام يسموها أرقام إيش ها الإنجليزي صح الإنجليزي والأرقام الثانية أرقام إيش عربي عشان يتعلموا من الناس ايوه طبعا جوري تستقبل المسابقات زي ما انتم شايفين وتسجل اسم الطفل والمدينه ورقم الجوال ايضا ها ولا ما سجلتي ايوه حلو ليش لان ما نبغى نخسر رقم جوال في ناس امس ما سجلوا معنا ارقام او قبل امس ارقام الجوالات حنحط اسمهم على الشاشه يعني لما يفوز الشخص الرئيسي نحط اسمه ويقدر يتصل اذا كان فقدنا رقمه عادي في رقم معلش استاذنكم ورد على الاداره هذا السلام عليكم الو السلام عليكم الو الو اي هلا هلا حياكم يلا انا اسمعكم عشان انا على الهواء بس تفضلوا وعليكم السلام مين معي ميار تبغى تشاركي في المسابقة طيب ميار من الباحة طيب انا حسألك يا ميار عشان جوري مشغولة شوي ميار كم مرت سنة على تأسيس فرقة أطفال ومواهب وليس القناة ها هذا تسعة القناة الفرقة أعطي خيارات أيوة هل عشرين ولا عشرون ولا ثلاثين عشرين ولا ثلاثين عشرين ولا ثلاثين وقطع الخط يا ميار معليش ميار من الباحة حسجلك فائزة حسجلك معنا فائزة عذرا عذرا لك قطع الخط يلا سجلي شكرا يا ميار على تواصلك واتصالك تعبت من ايش تعبت من التصوير طيب يلا خلاص يقول عمودي معليش احنا نعتذر يلا نودعهم تعال 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 نودعهم يلا يلا نودع قول لهم الى اللقاء ونلتقي في الحلقه القادمه يلا الى اللقاء نلتقي في الحلقه الثانيه القادمه القادمه الى اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.